ولمناقشة الحراك الشعبي والتظاهرات الرافضة للعملية السياسية واستمرار استهداف المعتصمين والمتظاهرين على يد القوات الحكومية والميليشيات التابعة للأحزاب لفرض ترشيح عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري. سيد نظير، مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. ما زال تحالف الفتح كما تعلمون رافضا لتكليف عدنان الزرفي بمنصب رئاسة الوزراء. هذا الخلاف بين الأحزاب كيف يمكن أن يصنف؟ هل هو من أجل الشارع العراقي الرافض لترشيح الزرفي أم لغاية أخرى؟ طبعا بالتأكيد هذا الرفض هو ليس لسواد عيون المتظاهرين ولا لتحقيقا لآمال الشعب العراقي، ولكن هي لحسابات يعني حزبية، إضافة إلى تطبيق ما تريده منهم يعني إيران. لذلك وجدوا أن هذه الشخصية التي تم ترشيحها من قبل رئيس الجمهورية هي شخصية ربما تكون خارج طوع وإرادة النظام الإيراني، وبالتالي هذه الشخصية لن تكون مرضي عنها إيرانيا ولا من قبل الأحزاب والميليشيات. لذلك تجد هناك رفض كبير من قبل الأحزاب، بالذات الأحزاب التي هي توالي إيران جهرا، وأبدت رفضها لهذه الشخصية. نعم. والعذر لذلك يقولون أن ترشيح هذه الشخصية كان خارج نطاق الدستور. نعم. والحقيقة أن هي هذه الأحزاب هي التي خرقت الدستور حينما انتهت يعني مهلة ترشيح رئيس وزراء دون أن يتفقوا على شخصية لترشيحها لرئاسة الوزراء. نعم، أستاذ نظير، أين موقع الرفض الشعبي من مناكفات شركاء العملية السياسية؟ الشارع العراقي رافض للزرفي ورافض لما قبل الزرفي وما بعد الزرفي، ومع ذلك نرى أن شركاء العملية السياسية لا ينظرون للشارع العراقي ويتصارعون على هذه المناصب. طبعا الأحزاب هي تتوقع بأن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية قد انتهت، ولا يعلمون أن يعني خفض النشاط في هذه التظاهرات هو امتثالا ل يعني ما تنصح به الإرشادات الصحية، كون أن فيروس كورونا بدأ ينتشر في البلد، ولكن حقيقة التظاهرات هي موجودة. وهذا الرفض الشعبي لهذه الشخصية كون أنه يتنافى مع كل الشروط التي أعلنها المتظاهرون حول الشخصية التي يفترض أن تقود المرحلة الانتقالية. نعم. لكن هناك ملاحظة أن هذا الرفض لن يتم بالتعبير عنه بشكل واضح من قبل المتظاهرين لأسباب عديدة. واحد من هذه الأسباب أن هذه الشخصية هي أيضا مرفوضة من قبل الأحزاب الإيرانية، وهذا مما يجعل المتظاهرين يتريثون في إبداء رفضهم الكامل ورفضهم العلني لهذه الشخصية. أضف إلى ذلك يعني أن التعبير أيضا ربما شابه الشيء من عدم الوضوح بسبب أيضا صعوبة يعني جعل هناك تجمعات كبيرة رافضة لهذه الشخصية بسبب التحديات التي فرضتها يعني موضوع انتشار فيروس كورونا. طيب، هذا هي المعادلة حاليا. نعم. في مقابل كل ذلك سيد نظير، كما تلاحظ معنا اللجنة المنظمة لثورة تشرين تقول أن الحراك باق ولن يتوقف. كيف يمكن أن نصف هذا الصمود من الثوار على الرغم من القمع المستمر ومحاولات فض الاعتصامات والمناوشات التي تجري معهم، وحتى وجودها الآن وباء قد يهدد حياة هؤلاء المعتصمين والثوار في الساحات؟ يعني الحقيقة هذا مثال رائع لما يعني يكتنف الشباب العراقي وفهمهم للأمور، وان هذا الرفض لا يحده تحدي مثل يعني تحديات الامراض او شيء اخر من هذا القبيل. لكن يعني ما اتوقع ان مساله اصرار المتظاهرين على تظاهراتهم ممكن هذه الفتره التي يسود فيها هذا انتشار هذا الوباء، ربما اذا تجاوزنا هذه الازمه يعود الحراك الى قوته كما حدث في شهر تشرين عندما بدأت التظاهرات في بداية الشهر، تم يعني إيقافها لفترة الزيارة الأربعينية ثم عادت بقوة يوم 25 من تشرين.
لذلك يعني هذا يدلل على أن هناك إرادة حقيقية وهناك رفض من قبل الشعب العراقي، وأيضا وفاء للدماء التي ذهبت من أجل هذه المطالب. من غير المعقول أن تذهب جهود هؤلاء المتظاهرين إلى لا شيء وينفض هذا الرفض الجماهيري للنظام الحاكم. نعم. لماذا برأيك أستاذ نظير كلما اقترب التصويت على الزرفي يزداد قمع القوات الحكومية والميليشيات للثوار، مع أن الكتل السياسية تدعي أن الثورة انتهت كما أشرتم في البداية وأن الاعتصامات انفضت ولا داعي لوجود هؤلاء؟ أنا أقول لك يعني أن هذه الأحزاب والميليشيات التي هي أيضا رافضة للزرفي يعتقدون ويتأملون نفس الأطروحة الإيرانية التي تقول بأنه هذا مرشح أمريكي، وبالتالي فإن يعني المتظاهرين الذين أيضا يتهمون بأنهم موالين للولايات المتحدة وعملاء للأمريكان، لذلك هم كلما زاد رفضهم لهذا المرشح زاد قمعهم للمتظاهرين، وهذه يعني تدليس وأكاذيب يحاولون من خلالها ربط ما بين هذه الشخصية التي هي يعني لا تختلف كثيرا عنهم المرشح لرئاسة الوزراء وما بين المتظاهرين الذين خرجوا لمطالب شعبية وحقيقية يريدون تحقيقها. هذا الأمر مستمر فيه ويخشون تجدد التظاهرات مرة ثانية، لذلك ما زالوا لحد الآن يلاحقون الناشطين ويعتقلون الناشطين، بل حتى الاغتيالات ما زالت مستمرة بحق هؤلاء الناشطين. إلى أي مدى ترى أن هذا الحراك الشعبي أثر بشكل كبير في الشارع العراقي حتى أصبح شركاء العملية السياسية يحسبون له أو يكون جزءا من حساباتهم قبل أي خطوة توضع في مواجهة هؤلاء؟ يعني رغما عن أنف كل هذه الأحزاب جعل هؤلاء الشباب المنتفضين جعلوا من أنفسهم رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في أي حراك سياسي، سواء في ترشيح رئاسة الوزراء أو يعني العمل على إقامة انتخابات مبكرة. يبقى الحراك الشعبي له تأثير وكلمته مؤثرة لا يمكن أن يتجاوزوها. الآن جميع يعني الحركات السياسية وجميع الحراك الذي ما بين هذه الأحزاب لديهم عامل سياسي مهم لا يمكن التغاضي عنه، وهو ما هو موقف الشارع الذي يعبر عنه عن طريق ساحات التظاهر. وبالتالي كل هذه الأزمة التي تعيشها الأحزاب وتعيشها العملية السياسية هي من مخرجات هذه التظاهرات. التظاهرات الشعبية التي ظهرت واستمرت طيلة 7 شهور أدت يعني دورها وقامت ب يعني تغييرات نوعية لربما سيكون مستقبل العمل السياسي في العراق مختلفا عما قبل هذه التظاهرات الشعبية. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك.